كمواطن تونسي عندي ولدي مولود يعيش في روما، يجي كل نهار حد يقرأ عربية والسبت بطبيعة هوني دار التونسي، يعني نقطة التقاء في آخر أسبوع بين برشا أولياء وصغيرات اللي نتحدثوا بالعربي كل شيء تونسي، بما فيهم يعني برامج الكتب والواحد يعني المقررات، لأن يعني العملية منظمة ماهياش عشوائية، وبارك الله في الديوان التونسيين بالخارج والإطار التربوي اللي زاد على كفاءة عالية ومحترمة وشرف وتعرف، يعلموا صغيراتنا العربية. وأنا من موقعي كمواطن يتعاطى فن التمثيل والسينما كذلك من سنوات، وأنه معركتنا الثقافية ما يلزمهاش تتوقف، وبالتالي يعني النشاط هذايا بتاع المسرح مثلا في دار التونسي بالعكس شرف كبير ليا أني نعاون ونتقاسم التقنيات والأبجديات الفن هذا مع أولادنا، خاصة الطلبة والشباب اللي يعني في مرحلة جامعية أو أواخر المرحلة الثانوية، هي مش معناها تزمت، لا هي مثلا كلمة الثقة. أنا متأكد مانيش مختص، ولكن فما علماء في الاقتصاد السياسي يقول لك يعني الثقة هي أساس المعاملات، بالتالي تجب تصور فلوس بالثقة. أنا كالجميل طبق أنا اللي نعمل فيه هو الهواء اللي نتنفسه، ما نجمش نتنفس من غير تونس، ما نجمش نتنفس من غير توانسة، ما نجمش نتنفس ونشم الهواء من غير ما نكون تونسي. والله قدر يعني ما هوش يرد جميل، خاطر رد جميل كان ملي هذاك، علاش انا قلت ناكل الجميل، خاطر اذا كان هذا يرد جميل يعني نعتبر نفسي براني. هذا المكان انا نرتاده تقريبا بصفه يوميه، نجي نطالع شويه ولا نقعد، تعجبني ياسر بياتسا فيكتوريو، لاني هذه مكان تصورت فيه عديد المشاهد اللي بقات في تاريخ السينما الإيطالية، الموجة بتاع الواقعية الجديدة من السنوات الخمسين حتى البداية السبعينات، فهش مشهد مشهور برشا في فيلم فيكتوريو دي سيكا، اللادري دي بيشيكليت، الفولور دي بيسكليت، سارق الدراجات، اللي هو فيلم يعني طبع تاريخ السينما العالمية. أنا ما نطيحش في ألعاب الماركتينج، مش هذا هو الحقيقة، ما نجمش نحكم لأني ما تفرجتش. أما هذه مسلسل يثير ضجة، علامة مش باهية اجتماعيا، سواء إذا كان في نوعية العمل أو في نوعية رد الفعل، لأنه في البلدان اللي فيها صناعة واللي يعملوا السينما والتلفزة عمرهم ولا يعملوا ردات الفعل المتشنجة، بالعكس ينجموا يكونوا يعني صادمين بعض الأعمال، ولكن ما همش بيدوا المتفرج يعني عنده وعي. قال يرحمه سي عبد العزيز العربي، قالش بيناتنا فلسة، وانتهى الأمر. بخلاف هذاك معناه ما نجمش نحكي في الحكايات هذه، لأنه لاني بتاع تراند ولاني بتاع بوز ولاني بتاع شبكات تواصل اجتماعي. من الصباح يغزر الوجه في المراية يعرف اللي هو اسمه أحمد الحتيان، تونسي عربي مسلم أمازيغي عربي إفريقي متوسطي، ما ينجمش يكون حد آخر. بطبيعة ثقافتك وانتمائك يميزك على الطرف الآخر المقابل، وبالتالي إذا كان أنت عندك شوية من الثراء
الثقافة اللي تحمله، بالعكس هو مجلب احترام وحب ابتلاع. يعني كي نتحدث مع عديد الأصدقاء الإيطاليين يقولوا لي والله نحبوا نمشيوا لتونس، نحبوا نزوروا تونس، زرناها قبل لكن تو نحبوا نعرفوها مخير شولات. ديما نقول لهم إن شاء الله يعني بلادنا من حسن الأحسن، صحيح قاعدين نمروا بعض الصعوبات ولكن بلادنا مضياف وبلادنا يستقبل الضيف. يعني مرحبا بكم في كل وقت، تونس متنوعة يعني مثلج للصحراء، والله الحمد على نعمته. وبلاد يعني بلاد تسحر، ما تنجمش تمطر فيها ولا تعمل العيب في حقها، على خاطر كان تعمل العيب في حق بلادك عبارة عملت العيب في حق روحك. وكل اخواتي التوانسة نساء ورجال وصغار وكبار نستهلاو في رواحنا ونستهلاو في بلادنا، وراهو ما يجيش شيء من غير عمل، يلزمنا نتعب ونخلقوا حتى كان ما فماشي الفرصة نخلقوها الفرصة، فماش ما يجي وجهنا للضوء قطعوا سلاسل الفقر. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.